السلطات المحلية بوادي الذهب تنجح في منع وقوع كارثة حقيقية. أفادت السلطات المحلية بإقليم وادي الذهب أنه تم صباح يومه الأربعاء 23 فبراير 2022 إنقاذ 47 شخصا وانتشار جثة 3 آخرين كانوا ضمن ركاب قارب معد الهجرة السرية. انقلب قوبلة ساحل منطقة إيمطلان بإقليم وادي الذهب. هذا وقد تم نقل أشخاص الناجين صوب المستشفى الجهوي بمدينة الداخلة لتلقي الإسعافات الأولية، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي ووحدات تابعة للبحرية الملكية عملية تمشيط المنطقة بهدف العثور على ناجين آخرين محتملين. وقد جرى فتح بحث من قبل السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل كشف عن ظروف وحيثيات تنظيم عملية الهجرة السرية هذه. نشكركم على حسن المتابعة.